السلام عليكم. معكم حذيفة فريد من وايف نيوز. أهلا بكم. تدين الحرية التي تتمتع بها الهند وباكستان وبنغلاديش اليوم إلى حد كبير بالتمرد الذي أشعله سوبهاش شاندرا بوس في مشهد دولي سريع التغير، حيث قادت سوبهاش شاندرا بوس واحدة من أكثر الحركات فعالية لتحرير شبه القارة الهندية من البريطانيين. ولد سوبهاش 23 من يناير من عام 1897 لمحامي البنغالي يدعى جنكيناث، وذهب إلى كامبريدج للدراسة في العقد الثاني من القرن العشرين. وهناك وبرفقة زعيم من لاهور الذي يدعى سيد كي إل جابا، رفع صوته ضد الانتهاكات الموجهة نحو طلاب الهنود. في 25 من ديسمبر من عام 1940 غادر سوبهاش شاندرا بوس البنغال وعبر سرا نصف الهند تحت اسم مستعار وهو ضياء الدين، ووصل أولا إلى كابل عبر إقليم البنجاب وخيبر بختونخوا في غرب باكستان الحالية، ثم التقى بهتلر في برلين، إذ خطط لتشكيل جيش منفصل يتكون من السيخ والمسلمين والهندوس لمحاربة الحكم البريطاني. اليوم يقول حزب بهارتيا جناتا في الهند أن سوبهاش شاندرا بوس هو زعيمهم، في حين أن الطبقة العليا من البراهيمة من حزب بهارتيا جناتا قد نسوا التاريخ عندما كان سوبهاش شاندرا بوس ناتجي مشغولا بتشكيل جيش منفصل ضد الإمبريالية البريطانية وضد راشتريا سوايام سيفن سينغ، بل وشارك الزعيم السياسي فينياك دامودار سرفاكار في مؤامرات ضد الزعيم البنغالي العظيم. ينبغي أن نعي أن مفهوم هندوتفا المتطرف اليوم لراشتريا سوايام سيفن سينغ وحزب بهارتيا جناتا الهندي كان من قبل فينياك دامودار سرفاكار، وكان فينياك دامودار سرفاكار هو الذي ضم السيخ والجانيين والبوذيين بالقوة كجزء من الهندوسية، ولا يزال صنيعه هذا جزءا من الدستور الهندي اليوم. تم اقتراح مفهوم الدولتين في شبه القارة الهندية لأول مرة من قبل فينياك دامودار سرفاكار، وفي الوقت الذي كان يستعد فيه الزعيم البنغالي العظيم سوبهاش شاندرا بوس لتشكيل جيش منفصل ضد البريطانيين، عين البريطانيون فينياك دامودار سرفاكار بمهمة مواجهته وحشد المزيد والمزيد من الهنود للانضمام إلى الجيش البريطاني في الهند. تدر إشارة إلى أن فينياك دامودار سرفاكار هو من حرض ناتورام جورسي على اغتيال غاندي. الجدير بالذكر أنه وفقا لتقرير صحيفة إنديا توداي، فإن فينياك دامودار سرفاكار وقاتل غاندي ناتورام جورسي كان على علاقة شاذة. عقد مؤسس باكستان القائد العظيم محمد علي جناح رحمه الله عدة اجتماعات عامة وسرية مع سوبهاش شاندرا بوس، وأكد لسوبهاش شاندرا بوس دعمه الكامل. وتجدر الإشارة إلى أن القائد الأعظم محمد علي جناح رحمه الله شكل أيضا تنظيما عسكريا يسمى العصبة الإسلامية للحرس الوطني خلال هذه الفترة. كان الحرس الوطني للرابطة الإسلامية بقيادة الزعيم البنغالي الشهير حسين شهيد سهروردي في شرق البنغال. وينبغي أن نعلم أن الحرس الوطني لرابطة المسلمين كان يعرف باسم إسرائيل بهيني في البنغال. أراد سوبهاش شاندرا بوس إخراج الإمبريالية البريطانية من الهند، وذلك عبر تحالف الحرس الوطني لرابطة الإسلامية والجيش الهندي المستقل الذي شكله، لكن ذلك لم يحدث. 18 من مارس عام 1944 وبعد ما يقرب من 43 يوما من المعارك، تم الاستيلاء على عدة أماكن في ولاية آسام الهندية من قبل الجيش الهندي المستقل تحت قيادة سوبهاش شاندرا بوس، ولكن بعد 4 أشهر اضطر الجيش الهندي المستقل إلى التراجع ليستعيد الجيش الهندي المحلي الأراضي التي تم تحريرها. تمكن السيد سوبهاش من الفرار مع بعض رفاقه، ولكن من المؤسف أنه في 18 من أغسطس عام 1945 وبينما كان في طريقه إلى اليابان تحطمت طائرته وهي في طريقها إلى مطار تاي هوكو في تايوان ليلقى مصرعه في هذا الحادث. هذه كانت قصة سوبهاش شاندرا بوس.